صباح الخير كي جي وان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني جدا النهارده يا حلوين. هناخد حرف جديد، هو اسمه حرف ضاد. حرف الايه؟ ضاد. كله يقول معايا ضاد. وايه هو صوت حرف الضاد؟ ض ض ض. على فكره يا حلوين، حرف الضاد من الحروف القويه، وحرف الضاد ليه اخ زيه بالظبط عايش معايا في نفس البيت اسمه حرف الصاد. بس حرف الضاد لازم نحط فوق راسه نقطة. اخوه الصاد زيه بالظبط بس معلهوش نقطة. طيب النهاردة احنا اول حاجة هنتعلم ازاي نكتب حرف الضاد. احنا بنكتب السطر بتاعنا اهو، واحنا اتفقنا ان الحروف العربية لازم تتكتب على السطر. طيب السطر اهو، هنبدأ اول حاجة نكتب خط نايم على السطر اهو. خط نايم على السطر، عنده بطن كبيرة ونازل نص دايرة. خط نايم على السطر، عنده بطن كبيرة ونازل نص دايرة وعلى راسه نقطة. ما ينفعش يا كي جي وان ننسى النقطة عشان هيبقى حرف تاني. يبقى حرف الضاد لازم نحط على راسه نقطة. طيب تاني حاجة هنعرفها هي أشكال حرف الضاد. طبعا احنا بنتعلم الحروف العربية عشان نكتب كلمات ونكون كلمات. طيب احنا عايزين نشوف شكل حرف الضاد في أول الكلمة. لما بيجي في أول الكلمة، حرف الضاد في أول الكلمة بيفتح ايده عشان يمسك في الحرف اللي بعده. طيب بيفتح ايد واحدة ولا ايده الاتنين؟ لأ، ايد واحدة عشان يجر الحرف اللي بعده. طيب شكل الضاد في وسط الكلمة بيبقى شكله عامل ازاي؟ لازم يفتح ايده الاتنين عشان في حرف قبله وفي حرف بعده، فبيفتح ايده الاتنين عشان يمسك الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده. طيب الضاد في اخر الكلمة بيفتح ايد واحدة وخلاص يا كيجي، احنا خلصنا الكلمة بتاعتنا، فلازم يقفل البطن بتاعته. لازم يقفل الايه؟ البطن بتاعته، ضاد في اخر الكلمة. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده، احنا عرفنا الاول حرف الضاد، صوت حرف الضاد ض ض ض. عرفنا اشكال حرف الضاد في الكلمات. دلوقتي هنعرف لما نيجي نحط عليه فتحة او كسرة او ضمة. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض، احنا اتفقنا ان الخط الصغير اللي بنحطه فوق الحرف اسمه ايه؟ اسمه فتحة. برافو عليكو. طيب ولما نيجي ننطق الحرف عليه الفتحة بنعمل ايه بقنا؟ بنفتح بقنا. برافو، ممتازين. ضاد فتحة ضا، ضاد فتحة ضا. طيب احنا قلنا الواو الصغيرة اللي فوق الحرف اسمها ايه؟ ضمة. برافو عليكو، ضمة. ولما نيجي ننطق الحرف بالضمة بنعمل ايه؟ بنضمه بقنا، زي ضاد ضمة ضو، ض ضم ضو. طيب اخر شكل عندنا اللي بنحطها تحت الحرف، خط صغير تحت الحرف اسمه ايه؟ كسرة. برافو عليكو. طيب لما ننطق الحرف بالكسرة بننطقه ازاي؟ ضاد كسرة ضي، ضاد كسرة ضي. واحنا قلنا ان حرف الضاد من الحروف القوية، يعني لازم يطلع كده من الحلق ونسمع صوت حرف الضاد. طيب تعالوا نقول مع بعض تاني، ضاد فتحة ضا، ضاد ضم ضو، ضاد كسرة ضي، ضا ضو ضي، ضا ضو ضي. برافو عليكم يا كي جي وان. طيب تاني حاجة عايزين نعرفها أصحاب حرف الضاد. احنا عارفين ان كل حرف ليه أصحاب بيبدأ بيهم. طيب أول حرف، أول صاحب من أصحاب حرف الضاد ضابط، اسمه ايه؟ ضابط، ض ض ضابط. طيب كلنا عارفين الضابط يا حلوين، اللي احنا بنشوفه في الشارع وبنشوفه في كل حتة. الضابط ده بيحمينا وبيحمي أمننا وبيحمي حياتنا وبيدافع عننا لما بيبقى فيه حرب أو فيه أي حاجة. الضباط دول اللي بيحمونا وبيحموا أرواحنا، وده أول صاحب من أصحاب حرف الضاد. تاني صاحب من أصحاب حرف الضاد حيوان جميل خالص شايفينه دلوقتي قدامكم، اسمه ضفدع. اسمه ايه؟ ضفدع. الضفدع ده من البرمائيات. يعني ايه برمائيات يا كيجي؟ البرمائيات ديت حيوانات بتقدر تعيش على البر وبتقدر تعيش في البحر. يعني ممكن تعيش على البر ونشوفه قدامنا في اي مكان، وممكن تعيش في البحر وبنلاقيها. طيب الضفدع ده ملمسه ناعم جدا، الملمس بتاعه ناعم جدا، ولما بيجي يتحرك بينط بايده وبرجليه. شايفين لونه جميل ازاي؟ لونه اخضر. تالت حاجة من أصحاب حرف الضاد وهي ضرس.
اسمه ايه؟ درس، ما اسموش درس، اسمه درس، وهو من اصحاب حرف الضاد. طيب احنا بنعمل ايه بالضرس ده؟ احنا بقنا الجميل ده فيه اسنان وفيه ضروس، فيه اسنان اللي قدام الاماميه اللي احنا شايفينها كلنا دي، وفي ضروس اللي موجوده بره. طيب يا ميس احنا بنستخدم الضروس في ايه؟ في مضغ الاكل. يعني ايه مضغ الاكل؟ يعني الضرس ده بيساعدنا يا كيجي ان احنا نعرف نمضغ الاكل كويس ونطحنه كويس قبل ما يدخل جوه معدتنا، عشان يسهل الهضم بتاعه وعشان جسمنا يستفيد من كل الاكل اللي احنا كلناه. يبقى ضاد ضرس. طيب رابع صاحب من اصحاب حرف الضاد ضروس. يعني ايه ضروس؟ ده ضرس واحد دول ضروس، ده ضرس واحد دول ضروس. واحنا عندنا مش عندنا ضرس واحد، احنا عندنا ضروس كتير في بقنا، كذا ضرس في بقنا مش ضرس واحد. طيب يبقى ضاد ضابط، ضاد ضاد ضابط، ضاد ضفدع، ضاد ضرس، ضاد ضروس. ودي اصحاب حرف الضاد. ازاي نحافظ على الضروس بتاعتنا وازاي نقدر نحافظ عليها؟ لازم نغسل اسناننا كل يوم قبل ما ننام عشان نحافظ على الضروس بتاعتنا. يبقى نيجي تاني، النهارده خدنا حرف الضاد وقلنا صوت حرف الضاد ض ض ض. بنكتب حرف الضاد ازاي؟ خط نايم على السطر عنده بطن كبيرة ونازل نص دايرة، ونازل ايه؟ نص دايرة. طيب وعلى راسه نقطة، ما ننساش النقطة يا كيجي عشان الضاد على راسه نقطة. تاني حاجة أشكال حرف الضاد، قلنا الضاد لما بتيجي في أول الكلمة بتفتح إيد واحدة عشان تمسك الحرف اللي بعدها. طيب الضاد في وسط الكلمة بتفتح ايديها الاتنين عشان تمسك الحرف اللي قبلها واللي بعدها. الضاد في اخر الكلمة بتفتح ايد واحدة، وبعدين خلصنا الكلمة خلاص بتقفل البطن بتاعتها. تمام، الضاد عليها فتحة، ضاد فتحة ض، ضاد ضمة ضو، ضاد كسرة ضي. اصحاب حرف الضاد: ضاد ضابط، ضاد ضفدع، ضاد ضرس، ضاد ضروس. باي باي يا كي جي وان، واشوفكم.